السلام عليكم حلواتي، ان شاء الله نختار لكم واحد التحليه باربع مكونات. اساسها الموز السجي رائع جدا، يمكن تكون عقده او كريميه على حسب الذوق، تنزينوها على حسب الرغبه، سهله وبسيطه. بما انها بسيطه جدا غادي نحاول نستعرض معكم الطريقه والمكونات في نفس الوقت. في كاسروله غادي نعملو نصف لتر من الحليب السائل، نضيفو له ساشي من فلون كراميل. يمكن السيده لما كانش عندها الكراميل محلى الفلون محلى تضيف 4 المعالق ولا 5 المعالق على حسب رغبتها. بالنسبه لي انا عندي محلى، يعني نصف لتر حليب، تنعملوا له الفلون كراميل فئه ديال 4 اشخاص بالطريقه العاديه، تنعملوا على نار حتى كيبدا يعقد لينا نسبيا كيف ما تنحضروا الطريقه المعتاده ديال الفلون. نقبطوا المضرب ديال الخلاط الكهربائي، نوضعوا فيه موزتين، من الاحسن يكونوا طيبين شي شويش. من بعد هذا نحتاج 10 قطع من البسكوي، اي نوع حبات السيده باي نكهه. ممكن السيده لشات لها غير الفاني، يمكن عفوا لشات لها غير الصابلي او الفقاس، يمكن لها تعمل به هذه الوصفه. ثم تنضيفوا الفلون اللي خلطنا مع الحليب وتنخلطوا بشكل جيد حتى كنحصلوا على كريمه يكون القوام ديالها هذا الشكل. وبالنسبه للسيده اللي حبات ويجيها عقد شويه، يمكن لها تزيد معلقه ديال النشا. وردوا البال البنات راه فاش غيدخل الثلاجه غادي يخرج عقد اكثر من هذا القوام، لان هذا القوام ماشي بسائل. تندخلوا الثلاجه حتى كيبرد، ومن بعد ذلك تنزينوا. بالنسبه لي زينتو بالكراميل، يمكن لكم تزينوا على حسب الذوق ديالكم بالبسكوي، باي حاجه تيجي رائع سريع وسهل. كنتمنى ينال اعجابكم.